الأستاذ أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط متخصص في شؤون التعليم. مساء الخير يا فندم. المشاهدين. أستاذ أيمن، يعني حضرتك يعني لديك تفاصيل أكتر مما قاله دكتور رضا حجازي حول مواعد إعلان النتيجة والتفاؤل بنسب نجاح عالية في بعض المواد وما إلى ذلك؟ هو بالفعل النهاردة طبعا خطوة ماراثون الثانوية العامة، يتبقى يوم السبت إن شاء الله امتحان لطلبة مدارس المتفوقين لستين، ده إن شاء الله هيبقى يوم السبت، ويتم اختتام الثانوية العامة تماما بكل الستيم والثانوية العامة شهادة الثانوية العامة والمكفوفين. طبعا النهاردة الدكتور حجازي في آخر يوم امتحان حرص إن هو كان لفتة إنسانية جميلة جدا من الدكتور حجازي بزيارة طلاب اللي بيقدروا الامتحان في مستشفى 357 مرضى السرطان، واطمئن عليهم عشان الامتحانات، وبرضه راح محافظة الجيزة تفقد لجان مدارس السعدية، وأكد على نقطة مهمة جدا جدا خلال زيارته طبعا لمدارس السعدية وتصريحاته إن هو مفيش تسريب الامتحانات الثانوية العامة، وكل ما حدث هي أنا عايز أسألك في الحتة دي، لأن أنا قابلت أولياء أمور بس عددهم مش كبير، فمش قادر أقول لك إن في ناس كتير بتقول، لكن بعض أولياء الأمور بيؤكدوا إنه بالفعل حصل تسريب، وإن شاومينج مازال يمثل عدم تكافؤ للفرص بين أبنائنا وبناتنا في امتحانات الثانوية العامة. من معلوماتك كصحفي وكمتلقي للشكاوى، إيه حقيقة هذا الأمر؟ مش هقول لك بصرف النظر، لكن المعلومات اللي بتوصل لك قد تكون مختلفة عن ما لدى المعلومات الرسمية. يعني لازم نتفق من الأول نفرق بين التسريب امتحانات الثانوية العامة وبين الغش خلال امتحانات الثانوية العامة. لا، احنا بنتكلم عن التسريب، هو شاومين ما بيغشش. احنا شاومين تسريب، لا، كل الامتحانات التي على مواقع الغش تم نشرها امتحانات ترجع للعام الماضي والعام الماضية، ليس امتحانات هذا العام. يعني مش حقيقة. حقيقة فعلا كل ما حدث بالفعل هي محاولات غش إلكتروني، والوزير أعلن كان هناك فيديو برضو مسجل لي منذ حوالي 3 ساعات أعلن فيه أنه لا يوجد تسريب في امتحانات الثانوية العامة منذ عام 2016، وكل المحاولات الغش تم كشفها خلال 5 دقائق من الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب التي ثبت فعلا حرمانهم تليفون هاتف محمول ومحاولة الغش حرمان عام او عامين من اداء الامتحان. كانت هناك اجراءات رادعه من الوزاره منذ بدايه الامتحانات، واعلن عنها الوزير منذ بدايه العام الدراسي، واعلنوا الخطه الزمنيه على مدار 10 اشهر ان ليس هناك تسريب، وسيتم مواجهه الغش مواجهه رادعه، وهذا ما تم بالفعل. الوزير النهارده طبعا اعلن قال النتائج مبشره، طبعا اعلان نتائج الثانويه عامه كما ذكرت حضرتك ان هي هتكون في اوائل شهر اغسطس المقبل ان شاء الله. الوزير اعلن عن كان هناك تخوف او شكاوى كثيره من امتحان الكيمياء. الوزير قال ان هناك 1000 طالب حصل على الدرجه النهائيه، و5000 طالب حصلوا على 95 واكثر في المية في الكيمياء، وهذا احنا لسه كمان صححنا بس نص الورق. نص الورق حوالي 260 ألف طالب تم تصحيح إجاباتهم في الكيمياء. بالنسبة للغة العربية طبعا الوزير أعلم برضو أن نسبة النجاح أكثر من اللي حصل أكثر نسبة نجاح أكثر من 90%، و1.5% من الطلبة حصلوا على الدرجة النهائية في اللغة العربية. تمام. والأجمل اللغة الأجنبية الثانية، أن نسبة النجاح 91%، واللي حصلوا على الدرجة النهائية في اللغة الأجنبية الثانية حوالي 20%. هذا طبعا نسبة كبيرة جدا، هذا يؤكد أن الامتحانات كانت بالفعل في مستوى الطالب. كان هناك بعض الأسئلة أو بعض في معظم الامتحانات أو كل الامتحانات أسئلة كما تظهر نواتج التعلم التي تعمل عليها الوزارة منذ تطوير التعليم في 2018. تمام. وهي الابتكار والإبداع، وهذا ما حدث بالفعل. بشكرك أستاذ أيمن. الطلبة التي حصلت على درجة عالية في الكيمياء دول هم مستقبل مصر إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا. والحقيقة مستقبل مصر موجود في كل طالب يحصل على درجة عالية، مش بس في الكيمياء. الطالب اللي بيحصل على درجة عالية في الفلسفة هو جزء أصيل من مستقبل مصر، لأنه يساهم في التخطيط الاستراتيجي لهذا الوطن. يعني الحوار الوطني طريق الجمهورية الجديدة
يسع كل المتفوقين في الرياضة، في الكيمياء، في الفلسفة، في التاريخ. مهم جدا جدا الشعب الذي يعي تاريخ بلده جيدا، مش ممكن أبدا حد يجبره على الردة والعودة إلى الوراء، وكذلك كل المواد.